أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأها بالعناوين. موقع إخباري يروي قصة مهندس نفطي تحول إلى بائع فحم في شوارع عدن. ومن العاصمة المؤقتة تدريب 49 صيادا في عدن على الاصطياد الحديث. ومن العرب الجديد، قرارات ترامب تهدد زواج اليمنيين في أمريكا. وإلى أكثر الأخبار قراءة، 20 صوماليا يسيرون على أقدامهم من أمريكا إلى كندا. والبداية من خبر تعذيب أحد الصحفيين في سجون الميليشيا، وعنون موقع المشاهد نت: الصحفي السامع يتعرض للتعذيب في سجون جماعة الحوثي. وقال الموقع إن الصحفي تيسير السامعي يتعرض إلى أنواع من التعذيب الجسدي والنفسي من قبل جماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. وقال مصدر مقرب من أسرة السامعي إنه معتقل في مدينة تعز، وتمنع جماعة الحوثي أسرته من زيارته. واختطف الصحفي السامعي قبل ما يزيد عن شهر في منطقة دمنة خدير شرق مدينة تعز. قال مصدر عسكري في محافظة شبوة لموقع المصدر أونلاين إن القوات الحكومية فتحت الطريق الرابط بين مديريات بيحان غرب المحافظة ومدينة عتق مركز المحافظة، لكن الحوثيين يرفضون مرور المدنيين عبره. وقال المصدر إن فتح الطريق جاء بعد اتفاق رعاه محافظ المحافظة أحمد لملس وقائد اللواء 21 ميكا جحد الحنش من جهة، ولجنة مشكلة من أهالي بيحان المطالبة بفتح الطريق من جهة أخرى. وأضاف الاتفاق تم على أن يفتح الطريق يوم الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ومن الساعة 8 صباحا حتى 5 مساء. ويتابع المصدر أونلاين إلا أن المسلحين الحوثيين وقوات صالح المتمركزين في منطقة الصفراء رفضوا دخول اللجنة عبر الطريق المحدد. الحوثي رؤية أمريكية جديدة. تحت هذا العنوان كتب عدنان هاشم مقاله المنشور في يمن مونيتور، وقال في جزء من المقال: تعتقد إدارة ترامب أن استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر يخرج المسألة من حالة الاشتباك الداخلي إلى إطار إقليمي ودولي، فقد أصبحت الجماعة خطرا على الممرات المائية الدولية، وهو الأمر الذي فشلت فيه إدارة أوباما بتحييد الممرات المائية عن الصراع. يقوم مشرعون في الكونغرس بتجهيز قرار يتعامل مع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين سيقدم خلال الأيام القادمة، وهو القرار الذي سيتحرك من خلاله في وضع كامل الثقل مع الخليج باليمن. وتأكيدا لما اعتقد محللون ومنهم الكاتب أن ترامب سيتوجه في أولى أيام حكمه نحو اليمن، لأنها الكاشف عن طبيعة سياسته الخارجية ومواقفه من الحلفاء، فمن الواضح أن إدارته تبحث عن إنجاز سريع يستهدف إيران ويقوض نفوذها الذي سمح به أوباما، فتعتبر اليمن معركته الأولى والمهمة ضد إيران، إضافة إلى إظهار موقف واضح بدعم دول الخليج العربي بما في ذلك توجيه ضربة مختلفة لتنظيم القاعدة. واليمن ستكون أسهل الملفات لتحقيق إنجازات سريعة، كما أن إيران تختبر الرد الأمريكي في اليمن، وكأن استهداف الفرقاط السعودية واحدة من تلك الاختبارات الإيرانية على أفضل تقرير. إنها المرة الأولى التي تهاجم فيها الولايات المتحدة جماعة الحوثي وتعتبرها إرهابية، وكانت أيضا المرة الأولى التي أطلقت واشنطن قذائفها باتجاه الرادارات في الحديدة بعد استهداف الحوثيين للمدمرة ميسون. إلى موقع الاشتراك نت، والذي عنوان: رئيس نقابة تدريس جامعة صنعاء يطالب الحوثيين باعتذار فوري لزملائه. حيث وجه رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري مذكرة شديدة اللهجة إلى رئيس الجامعة على خلفية تنبيهات نائب رئيس الجامعة لأعضاء هيئة التدريس المضربين. أوضح الظاهري في مذكرته
أو في مذكرة الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس، فوجئت بتوزيع تنبيه كتابي من نائب رئيس الجامعة لشؤون الأكاديمية المعين من قبل الميليشيا الدكتور إبراهيم المطاع لأعضاء هيئة التدريس في كلية الأداب والعلوم الإنسانية الملتزمين بالإضراب، وعد الظاهري ذلك مخالفة واضحة وصريحة لقوانين أو للقوانين النافذة وقوانين الجامعة ولوائحها، وسابقة تعد الأولى من نوعها في الحياة الجامعية. وأكد رئيس النقابة سرعة سحب التنبيه واعتذار نائب رئيس الجامعة لشؤون الأكاديمية لزملائه بقوله: يتعين عليكم سحب هذا التنبيه الكتابي فورا، واعتذار النائب للشؤون الأكاديمية لمن وجهت لهم هذه التنبيهات والالتزام بالقوانين واللوائح النافذة والمنظمة لأداء المسؤوليات الأكاديمية. إلى موقع الموقع بوس، والذي أورد في أحد عناوينه: أمين العاصمة، حصلنا على توجيه من رئيس الوزراء بصرف مرتبات جميع موظفي الأمانة. وقال أمين العاصمة عبد الغني حفظ الله جميل إن رئيس مجلس الوزراء وجه وزير المالية بسرعة صرف مرتبات جميع موظفي أمانة العاصمة صنعاء في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية، وأوضح جميل جهود كبيرة تبذل لأجل الحصول على كشوفات مرتبات الموظفين العاملين في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية بأمانة العاصمة. وبخصوص من تم توظيفهم ما بعد 2014، قال أمين العاصمة إنه لن يتم اعتماد أي كشوفات مالية بعد التاريخ الذي حددته الحكومة الشرعية. إذا كانت الثورة اشتعلت تلقائيا وافتراضيا، إلا أن الحقيقة هي أن الشعب العربي انتفض من أجل الكرامة، من أجل كرامة محمد أبو عزيزي وخالد سعيد وسيد بلال وملايين آخرين قد لا نعرفهم. هكذا بدأ محمد شريف كمال ما قاله المنشور في صحيفة الحياة تحت عنوان: شعوب تنتظر ربيعها. لقد كانت ثورة الربيع العربي ولا تزال ثورة واحدة لا ثورات كما يدعي بعضهم، لأنها أظهرت حقيقة الوحدة العربية التي لم تتمثل في الماضي، لكنها وحدة واقع مرير مزر خلفته سنوات من القهر والاستكانة والهزيمة. الثورة هي الطريق الوحيد للتقدم والخلاص من الفساد. لقد كانت كلمة السر للربيع العربي هي الإطاحة بإرادة الشعوب وعدم تمكينها من الحكم ما لم تأتي الرياح بما يشتهون، ولتسقط كل القيم والمعاني الجميلة التي طالما تشدق بها الغرب ومدعو الليبرالية والحرية. وتكاتفت قوى الشر لتسقط الثورة ونجحت في إفشال التجربة واستولت على الحكم، إلا أنها لم تنجح في إسقاط الثورة بل أشعلتها وصححت طريقها وحققت أهم عوامل النجاح، ألا وهي الفرز. وبعد 6 سنوات من انطلاق ثورة الربيع العربي، يسعى بعضهم إلى قولبة هذه الثورة في صورة إيديولوجية متناسبة مع أخطر مراحل الثورات هي مرحلة القولبة، وأن عظمة الربيع العربي هي عفويته التي لا ينقصها إلا بعض التصحيح، وأن ثورته ستنجح في حين يسير الجميع على شعار الشرارة الأولى للثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وإسقاط الانقلاب واسترداد شرعيته، ثم يترك الشعب ليقولب ثورته ديمقراطيا عقب نجاحها فيحافظ عليها ويرعاها ولا ينزلق مرة ثانية في مصايد الانقلابات. موقع عدن الغد في صفحته الرئيسية أورد بين موضوعاته: قصة موظف في شركة نفطية تحول إلى بائع فحم. وقال الموقع في التفاصيل: لم يدرك ناصر الجرادي الذي كان يعمل ضابط نوبة في شركة نفطية نرويجية تعمل في اليمن أنه سيتحول إلى بائع فحم في مدينة عدن بعد أن سرحته الشركة. ليس الجرادي وحده من تحول من عامل في الشركة النفطية إلى رصيف البطالة، حيث يؤكد رياض الجرادي رئيس مجلس تنسيق نقابات عمال الشركة أن العديد من الموظفين أصبحوا دون مصدر دخل. وقال مهندسون في الشركة النفطية إن عددا منهم يعملون في أعمال شاقة لإعالة أسرهم، وهناك من يعمل في بيع الفحم وآخر يعمل في بيع اسطوانات الغاز، وآخرون ذهبوا للعمل في البناء بعد أن كانوا موظفين مهمين في الشركة. إلى موقع عدن العاصمة، والذي عنون في أحد الموضوعات: تكريم 49 صيادا في كريتر بعدن بعد تدريبهم على طرق الصيد الحديثة.
وقال الموقع إن الصيادين أصبحوا جاهزين للعمل باستخدام أجهزة الجي بي إس لتحديد مواقع الأسماك وصيانة وأصلاح المكائن البحرية أثناء عملهم في البحر. وقال الموقع إن المدير العام لمديرية صيرة ومندوبة المنظمة سبارك الهولندية ورئيس جمعية صيادي صيرة قاموا بتوزيع شباك للصيد وأجهزة الجي بي إس وعدة للصيانة كدعم مقدم من منظمة سبارك الهولندية. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعود الترحيب بكم وإلى صحيفة العرب الجديد والتي قالت في أحد عناوينها إن قرارات ترامب تهدد زواج الجنسية في اليمن. وتقول الصحيفة باتت تجارة زواج الجنسية الرائجة في اليمن من أجل الحصول على تأشيرة الدخول لأمريكا مهددة على خلفية المخاوف من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر سفر مواطني 7 دول بينها اليمن رغم وقف القرار بحكم قضائي أمريكي. وفي البلد الفقير الذي يشهد حربا منذ 2 عامين تحول حلم الشباب في الهجرة إلى أمريكا إلى تجارة يديرها مغتربون يمنيون يستثمرون في بيع الجنسية عبر الزواج من يمنيات يحملن الجنسية الأمريكية بصفقات أشبه بالمزاد، ومن يدفع أكثر يحصل على الفيزا. وتضيف الصحيفة ظهر هذا النوع من الزواج قبل 2 عقدين من الزمن وبشكل محدود قبل أن يتوسع ويتحول إلى استثمار يدر الكثير من المال. وتسبب قرار ترامب بحظر سفر اليمنيين إلى الولايات المتحدة في حالة من الإرباك وإلى تعليق هذه الزيجات التي تشبه الصفقات التجارية. صحيفة الخليج نقلت عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قولها إن المهربين قادوا عشرات الآلاف من المهاجرين إلى اليمن رغم الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ 2 عامين، ووصل نحو 117,000 شخص من أفريقيا إلى سواحل اليمن العام الماضي أملا في تحقيق مستقبل أفضل هناك. وتضيف الصحيفة أطلقت المفوضية حملة إعلامية بمساعدة موسيقيين مشهورين من كل من الصومال وأثيوبيا ومصر لتحذير المهاجرين المحتملين من الوضع في اليمن. وقال أمين عوض مدير عمليات المفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن نحو 19 مليون شخص في اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية. لماذا يصمت المسلمون ويتكلم غيرهم؟ تحت هذا العنوان كتب الروائي المعروف واسين الأعرج في صحيفة القدس العربي عن الحال الذي وصل إليه العرب. نخاف، لهذا نصرخ من الأعماق. نعم، نخاف من كل ما يدور من حولنا، كل حروبنا واحتجاجاتنا موسمية، حتى كدنا أن نتعود عليها ونعرف بدقة مآلاتها الفاشلة. ذاكرتنا في هذا السياق معطلة، انتقائية، موشومة بالبارود وبالهزائم والخسارات التي لن تعوض. تنتفض كلما مسها حريق، لكنها سرعان ما تتعود على اللسعة فتخبو كل ردود فعلها. لم نعد لا كما كنا ولا كما كان يفترض أن نكون بحسب خطابات التنمية المفترضة التي آمنا بها على مدار عشرات السنين، والتي لم تؤدي في النهاية إلى أي شيء ذي بال، على الرغم من مقابر الشهداء المعترف لهم بالشهادة والذين ظلت شهاداتهم شبهة. شهداء الثورات الاجتماعية الذين لم تكتمل شهادتهم فوقفت على الحافة بين الخيانة والجرأة، من يذكرهم اليوم؟ لا أحد. ليست عدمية التي أصبحت حقيقة عربية مشابهة لليأس، ولكنها الحقيقة المرة. أصبحنا اليوم كما اشتهينا أن نكون. الذل نبت في بيوتنا منذ قرون حتى أصبح ذلك هو مأكلنا ومشربنا وفسحتنا المريحة للحديث. هذا الذل المقيت رفضناه في بدء ظهوره، حاربناه بكل ما نملك من قوة وشجاعة، انتفضنا ضده. قبور الشهداء المنسيين تغطي جزءا من الأرض العربية بلا جدوى. صحيفة الحياة قالت في عناوينها لا حرمة لنوبل السلام عند لصوص نيودلهي، حيث اقتحم لصوص أمس منزل
كيالاش سياتا ريثي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2014 في نيودلهي وسرقوا نسخة من ميدالية الجائزة. وقال نائب رئيس الشرطة في العاصمة الهندية روميل بانيا أن نسخة الميدالية سرقت من منزل الناشطة في مجال حقوق الأطفال في جنوب نيودلهي في الصباح الباكر، وأضاف: فتحنا تحقيقا للقبض على الجناح. وتضيف الصحيفة في عام 2004 وفي عام 2004 سرقت أيضا شهادة وميدالية جائزة نوبل للهندي رابند نات تاغور الذي فاز بالجائزة في الأدب عام 1913. صحيفة الاتحاد تابعت الأحداث الأكثر اهتماما وعنونت في الشأن الأمريكي: لا إدراج لدول أخرى بحظر السفر والجدار خلال عامين. وأكد جون كيلي وزير الأمن الداخلي الأمريكي أمام لجنة بالكونغرس أن الإدارة الأمريكية لا تدرس إضافة دول أخرى إلى قائمة الدول السبع التي يغلب على ساكنيها المسلمون والتي يخضع مواطنوها لحظر مؤقت على الدخول بتأشيرات إلى الولايات المتحدة بموجب أمر رئاسي تنفيذي. كما أبلغ كيلي اللجنة أنه يتوقع إقامة الجدار العازل لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في غضون العامين المقبلين، مبينا أن الجدار سيكون حاجزا ماديا بصورة أو ربما يشمل سياجا في بعض الأماكن. ومن صحيفة القدس العربي نطالع: مهاجرون يصلون من الولايات المتحدة إلى كندا بعد عبورهم الحدود مشيا. وقالت الصحيفة إن الشرطة الكندية أعلنت أن 22 مهاجرا فروا من الولايات المتحدة خلال عاصفة ثلجية وعبروا الحدود مع كندا مشيا على الأقدام ليطلبوا اللجوء فيها، ومعظم هؤلاء المهاجرين صوماليون. وتضيف الصحيفة: عبروا الحدود الأمريكية الكندية بالقرب من قرية إيرمسن التي تبعد 120 كيلومتر إلى الجنوب بعد ساعات من المشي في الثلوج، ومشى هؤلاء اللاجئون في درجة حرارة تبلغ 20 تحت الصفر. وتتابع الصحيفة: تأتي رحلتهم إلى كندا بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد مرسوما يمنع مواطني 7 دول بينها الصومال من دخول الولايات المتحدة مؤقتا ومنع دخول كل اللاجئين. وقال بول مانغر الذي يعمل في الدرك الملكي لكندا إن اللاجئين يأتون إلينا عادة عندما يظلون الطريق أو يشعرون بالبرد. الفاشلون الجدد. تحت هذا العنوان كتب علي أنزويلا مقاله المنشور في العرب الجديد، وقال في جزء من مقاله: شاع في عهد الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن مصطلح المحافظون الجدد، وهم مجموعة من المفكرين السياسيين من اليمين المسيحي ينظرون للهيمنة الأمريكية على العالم، ويعتبرون تسخير قوة أمريكا العسكرية تحت غطاء ديني إحدى الوسائل لتحقيق هدفهم. ظهر هؤلاء حتى قبل عهد بوش الابن، إذ كان أول ظهور لفكرهم في أثناء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي والتي انتهت بتفكيك منظومة الأخير، لكن وصولهم إلى مركز صنع القرار الأمريكي سيبدأ مع عهد إدارة الرئيس السابق ريغان، وسيهيمنون على قرار الإدارة الأمريكية بشكل تام في عهد الرئيس بوش. وبسبب فكر هؤلاء المحافظين الجدد خاضت أمريكا حروبا مدمرة في العراق وأفغانستان في تسعينيات القرن الماضي وبدايات القرن الجديد، خلفت ملايين الضحايا الأبرياء ودمرت بلدين تدميرا تاما أعادهما سنوات إلى الخلف. وما زالت تداعيات تلك الحروب مستمرة تخلف الدمار والحروب في كل مكان. وفي عهد هؤلاء أعلنت أكبر وأطول حرب عالمية ضد ما يسمونه الإرهاب، وهو الغطاء الإيديولوجي الذي أضفاه هؤلاء المحافظون على حربهم المقدسة ضد الإسلام والمسلمين والتي ما زالت مستمرة. اليوم ومع بداية عهد إدارة دونالد ترامب يمكن بكل بساطة وصف أقرب مساعديه وخصوصا الشخصيات النافذة داخل إدارته بالفاشيين الجدد، وهم أكثر سوءا من المحافظين الجدد، ويجب توقع ما هو أسوأ في عهد حكمهم الذي بدأ مع تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد. بعد أن ترك رئاسة الولايات المتحدة، كيف يقضي باراك أوباما أيامه الأولى بعيدا عن الحكم؟ صحيفة الشرق الأوسط نشرت صورا للرئيس باراك وهو مستمتع بقضاء الإجازة في جزر الكاريبي. نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.